شافعك الله. ستسقط المؤامرة ولن ينجو القتلة من العقاب. بهذه اللافتة خرج أبناء تعز في مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة تنديدا بعمليات الاغتيال المتعاقبة والانفلات الأمني. مطالبات عديدة وجهتها التظاهرة إلى الحكومة والسلطة المحلية في توقيت بالغ الخطورة حيال الوضع القائم، حيث تصاعد موجة الاغتيالات وتعدد الضحايا من استهداف الجنود والضباط إلى الدعاة وخطباء المساجد. يرى مراقبون أن هناك ما يشبه السعي لإنشاء كيانات وميليشيات خارج نطاق الدولة تعمد إلى إخضاع المدينة للفوضى وجعلها رهينة أياد خفية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار. زاد من تلك المخاوف أن هذه المدينة رفضت تجربة الحزام الأمني التي حاولت الإمارات فرضها على غرار المدن الجنوبية. فتعز التي تركت وحدها في مواجهة ميليشيا الحوثي يمكن أن تصبح مسرحا لفوضى جديدة أبطالها مجهولون على غرار سابقتها عدن. اللجنة الأمنية بالمحافظة وفي محاولة منها للحد من تصاعد موجة الغضب الشعبي والمخاوف إزاء حالة الانفلات الأمني حثت على منع مرور الدراجات النارية التي تحمل ملثمين واستهدافها بشكل مباشر. شددت اللجنة أيضا على الوحدات العسكرية بضبط أفرادها وعدم التهاون مع أي مخالفات. أمام هذه الحالة الأمنية والمزاج الشعبي المختنق بالتوجس والخوف وعدم الاستقرار، تقف تعز بين نار الحوثيين وحسابات التحالف العربي. زاد من ذلك غياب الإمكانيات الكفيلة بتفعيل الأمن وتثبيته في ظل تعدد الفصائل المنفلتة وعدم انسجامها مع واحدية السلطات.